شباب وشابات الصف الثاني الثانوي، اهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح ماده اللغه الفرنسيه. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض اهم جزء من قواعد الدرس الثاني، وهو شرح صيغه الامر. ولكن قبل ما نشرح صيغه الامر، كان في اسئله خدناها واجب يا ريت نكون حليناها في الفيديو اللي فات، ولكن التعليقات اللي فيها حلول بطلت اشوفها. مش انا اللي بطلت اشوفها، يعني ما بقيتش تيجي قدامي، يعني في طلبه كتير بطلت تحل اسئله. أرجوك الأسئلة دي لمصلحتك، حل الأسئلة في تعليقات وأنا بحلها في الفيديو اللي بعده. مش شرط أحلها لك على طول ورا التعليق، ولكن أنا بحلها في الفيديو اللي بعده لأن صعب جدا أحل لكل الناس. فلو سمحت، لو مش عايز الأسئلة قول لي. أول سؤال قدامي هو جاريف افون تو لو موند، يعني أنا أصل قبل كل الناس، كل العالم. جو سوي ايه بقى؟ انا بكون ايه لما انا وصلت قبل كل الناس؟ انا جو سوي لو بروميي، الاجابه الثانيه. طيب il arrive juste après le quatrième، يعني هو وصل بالضبط بعد الرابع. بعد الرابع il est le، هو بيكون ايه بقى؟ هو طبعا il est le cinquième، هو بيكون الخامس طبعا، لان بعد الرابع بيكون الخامس. السؤال اللي بعده prenez la note rue à droite، يعني خذ الشارع الكام على اليمين. تعال نشوف. طبعا هتختار كلمة خوازيام، هو ده العدد الترتيبي اللي موجود، يعني خذ الشارع الثالث على اليمين. السؤال الرابع elle arrive après le huitième، يعني هي وصلت بعد الثامن. بعد الثامن يبقى هي تكون ايه؟ هي تكون التاسع او التاسعة، اللي هي ايه؟ إلي لا نوفيام، اللي هي الإجابة الثانية. السؤال الخامس سي نقط اون زيام اني دو سون مارياج، يعني انها انها السنة الحداشر لزواجه. اون زيام يا ترى هتختار معها أي أداة تعريف؟ هتختار لا، الإجابة الرابعة. ليه يا ترى؟ لأن أنا بتكلم عن السنة، والسنة هنا مؤنث، فكلمة 11 هيبقى ترتيب مؤنث، وعشان كده أخد لها أداة تعريف مؤنث اللي هي لا. طب أنا ليه ما خدتش إلا أبوستروف علشان أونزيم بتبدأ بحرف متحرك؟ أقول لك دي قاعدة خدناها الحصة اللي فاتت، إن كلمة ويتيم وأونزيم بياخدوا أداة التعريف كاملة، يا إما لو يا إما لا. تمام؟ نخش على السؤال السادس. السؤال عفوا السابع. Tout le monde arrive avant moi. كل العالم وصل قبلي. قبلي أنا، يبقى أنا إيه؟ أنا الأخير. Je suis le dernier. Le dernier، الإجابة الثالثة. السؤال الثامن. Prends la note rue à gauche. خد الشارع الكام على الشمال. طبعا هتختار كلمة دوزيام، خذ الشارع الثاني على الشمال. أما السؤال التاسع غولا أغيف أفون لو سيتيام، غولا أغيف أفون لو سيتيام، يعني رولا وصلت قبل السابع، يبقى هي السادس. بس نشوف الاختيارات. إلي لا سيزيام، إلي لا سيزيام، الإجابة الأولى هي السادسة. تمام؟ ودلوقتي هسيبكم مع فيديو لشرح صيغة الأمر. الفيديو ده أنا كنت عملته قبل كده، فأنا هجيبه لكم دلوقتي، وبعد الفيديو على طول هجيب لكم أسئلة على صيغة الأمر. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض قواعد الدرس الثاني، وهنعرض مع بعض قاعدة صيغة الأمر. يتم استخدام صيغة الأمر مع ثلاث ضمائر هما تو ونو وفو، يعني بيتم تصريف الفعل اللي انت عايز تخليه في صيغة الأمر مع ثلاث ضمائر هما مين؟ هما تو ونو وفو. بعد ما بتصرف الفعل مع تو ونو وفو بتحذف الضمير وبيتبقى لك الفعل فقط، يبقى هو ده الفعل في صيغة الأمر. ناخد الكلام ده عملي مع مثال الفعل تورني. الفعل تورني يتم تصريفه مع tu و nous و vous، فيبقى اسمه tu tournes nous tournons vous tournez، زي ما هو باين قدامك على الشاشة. بعدين بنحذف tu و nous و vous من التصريفات، فيصير امامك الفعل في صيغة الامر tourne tournons
تغني، ولكن ملحوظة، الأفعال التي تنتهي بـ -er يتم حذف حرف الإس التي تأتي مع الضمير تو. فأنت بتحذف الضمير تو وبتحذف الإس اللي جت في نهاية مع التصريف. ده كده الفعل تغني في صيغة الأمر. الأمر عندنا نوعين يا شباب، أمر مثبت وأمر منفي. الأمر المثبت هو على صيغة أو على وزن افعل، تغن تغن لف، تغنو تغنو لنا لف، تغني تغني لفوا. طب الأمر المنفي هو عبارة عن إيه؟ هو استخدام، فمثلا نقول ne tourne pas، لا تلف، ne tournons ne tournons pas، لا نلف، ne tournez pas، لا تلفوا. هو ده الفعل في صيغة الأمر المنفي باستخدام ne و pas. ناخد فعل تاني في صيغة الأمر المثبت وفي صيغة الأمر المنفي. فعل مثلا زي الفعل allez. allez يعني يذهب. عايز تصرفه مع الثلاث ضمائر بتوعنا tu و nous و vous. tu vas، nous allons، vous allez. وبعدين بتحذف الضمائر دي tu و nous و vous، وبتحذف حرف الاس اللي جه في التصريف مع ضمير tu، يتبقى va بالشكل اللي انت شايفه ده. طب ليه حذفنا حرف الاس؟ لان allez من الافعال اللي بتنتهي ب er، فيصير امامنا الامر المثبت اللي هو va، allons، allez. طيب لو عايز اخليه بقى امر منفي اقول ايه؟ ne va pas، لا تذهب، n'allons pas، لا نذهب، n'allez pas، لا تذهبوا. ناخد فعل تاني وهو الفعل prendre. prendre يعني يأخذ. خلاص عرفنا اللعبة، هنعمل ايه؟ هنصرف الفعل prendre مع tu و nous و vous. tu prends، nous prenons، vous prenez. وبعدين نحذف الضمائر tu و nous و vous، بس اوعى تحذف حرف الاس اللي جاي مع الضمير tu. ليه المرة دي؟ لأن الفعل prendre مش مجموعة أولى، الفعل prendre مش بينتهي ب e r، ده بينتهي ب r e. طيب بيبقى قدامنا الفعل prend، prenons، prenez، خذ، لنأخذ، خذوا. طب في الأمر المنفي تحط الفعل بين نو با، ne prend pas، لا تأخذ، ne prend pas، لا تأخذ، ne prenons pas، لا نأخذ، ne prenez pas، لا نأخذ، وهكذا. ملحوظة، لما بيجيب لك اسم في السؤال وبعديها علامة تعجب أو فاصلة، غالبا ده بيكون منادى وأنا بعد كده بأمره بشيء معين. يعني مثلا الفعل الأمر يأتي بعد الاسم المنادى. طب أنا أعرف إزاي الاسم المنادى؟ الاسم المنادى هو الذي يأتي بعده علامة تعجب أو فصلة، علامة تعجب أو فصلة. تمام يا شباب؟ مثال منى prend la première rue à gauche. منى prend la première rue à gauche. كلمة منى بعدها علامة تعجب، يعني أنا بقول يا منى خذي أول شارع على الشمال. ناخد مثال تاني، مدام ne tournez pas à droite. مدام ne tournez pas à droite، يعني يا سيدتي ما تلفيش ناحية اليمين. أنا هنا برضو ندهت عليها، هي اسم منادى متبوع بفصلة. الملحوظة الأخيرة، نستخدم صيغة الأمر مع الضمير تو مع الأصدقاء والأشخاص اللي بنعرفهم. مثال ألي مارش سور لو تروتوار. ألي مارش سور لو تروتوار، يعني يا علي امشي على التروتوار، على الرصيف. فأنا هنا علي ربما يكون صديق، ربما يكون شخص أنا أعرفه كويس أو أخ، فعشان كده أنا بقول له يا علي امشي، وبستخدم معاه صيغة الأمر مع الضمير تي. أما لو شخص أكبر مني أو شخص أنا معرفوش، فبستخدم معاه صيغة الأمر مع الضمير فو بمعنى حضرتك. مثال مدام ألي تو دغوا. مدام ألي تو دغوا، يعني يا مدام امشي طوالي. كلمة امشي المرة دي مصرفة مع الضمير فو، لأني بستخدم صيغة الأمر مع الضمير فو مع المدام، لأن دي إنسانة أكبر مني في السن أو معرفهاش، عشان كده بستخدم معاها فو للإحترام.
بس ده شرح سريع لصيغة الأمر، أتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا شير للفيديو علشان يوصل لكل أصدقائكم اللي حابين يذاكروا فرنساوي من خلال الفيديوهات، كمان تسيبوا تعليق أسفل الفيديو علشان أجاوب لكم على أي سؤال أنتوا عايزين تسألوه. ما تنسوش كمان تتابعوني على الواتس، اللي حابب يكلمني على الواتس في أي سؤال، رقم الواتساب بتاعي هو رقم التليفون اللي ظهر في بداية الفيديو. أو كمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل التنبيهات وكل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل لسنة تانية. شكرا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. أفع. ودلوقتي هتظهر قدامك على الشاشة تدريبات، حل التدريبات دي في تعليقات أسفل الفيديو، وأنا هحل التدريبات في بداية الفيديو القادم. تحياتي لكم من سنة تانية، واشوفكم في الفيديو اللي جاي، وسلام.